وعن آخر أخبار المال والأعمال من نشرة السادسة. الجولة الاقتصادية ومصطفى مزار، إليك مصطفى. شكرا يوسف عبدين، شكرا أمير العقدة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة اقتصادية جديدة في نشرة السادسة ونتابع فيها. بحث وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا مع نظير الأردني صالح الخربشة الاستراتيجيات والتي تم وضعها لتأمين توفير وتنويع مصادر الطاقة بين البلدين واستراتيجيات الحكومتين في التعامل مع مشروعات تنمية الغاز. كما بحث الجانبان أوجه التعاون الثنائي والاستفادة كذلك من تبادل الخبرات واستغلال كافة الطاقات تنفيذا لرؤية القيادة السياسية في كلا البلدين بدراسة تنفيذ مشروعات مشتركة مما يعظم المردود الاقتصادي على البلدين. عقب المباحثات شهد الوزيران توقيع اتفاق تنفيذ تسهيلات لتوصيل الغاز الطبيعي لمدينة القويرة الصناعية في العقبة الأردنية. في أسواق البترول العالمية استقرت أسعار النفط بعد زيادة في مخزونات الخام الأمريكية، بينما يترقب المستثمرون المزيد من الوضوح بشأن الإمدادات بما في ذلك اجتماع أوبك بلس وحظر الاتحاد الأوروبي الوشيك على المنتجات المكررة الروسية. وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 1.51% لتصل إلى 87 دولار و42 سنتا للبرميل، بينما صعدت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.75% لتصل إلى 81.55 دولار للبرميل. كذلك ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 94% لتصل إلى 3.43 دولارات للتر، كما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 6% لتسجل 2.7 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. في البورصات الخليجية تراجعت سوق الأسهم في أبوظبي متأثرة بضعف أرباح شركات ذات ثقل، وهبط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.7% ليسجل أسوأ أداء يومي له منذ سبتمبر الماضي. هبط المؤشر القطري ب5% منهيا سلسلة مكاسب استمرت لخمسة أيام مع تراجع معظم شركات المؤشر، وارتفع فيها المؤشر السعودي بنسبة 1%، مدعوما بمكاسب في أسهم شركات قطاع الرعاية الصحية والخدمات المالية والمواد الخام. وسجل المؤشر الرئيسي في دبي ارتفاعا طفيفا. سريعا مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة، ونعود للعناوين والختام. ختام هذه النشرة مع يوسف عبدين وأمير العقدة. شكرا لك مصطفى.